معليش والله نرقب واحد ثاني معليش. هات صوت افتح يا سمسم. تقول الحين خذنا نهرب منها نرقد ومنها يلا. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. اقنعني انك منصور تعال. اقنعني انك منصور. صوت ما شغل بنقول هذه ها. شال يا ربع شال. جهز اموره جهز اخ العكس وجاء. مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا جمع الزهر هلا يا حبيب الله عطاك الثمن مثلك بشر يا قمر خمسة عشر زاد لا 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 الحبيب من حقك سلامة منور منور يا هلا هلا بك يا هلا شوف هذا الدنيا عشانك ورجع عشان خصم يا هلا والله حبيبي يا سلام لا يا حبيبي صار عليك مرحبا الله ارحب ارحب يا بنصار ارحب يا ابو علي ارحب الحمد لله السلام يا مشهورنا شيخ الله مشتاقين لك يلا حي هلا مرحبا سلام ما وش ازاي شو اسمك هذه تصير دقه هذه تغيرت ثاني ارحب اللي ارحب اسمك بسامحك يلا ارحب يلا حي اقنعني انه ما يطير فوق صل على النبي تكفون ارجع بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا رب اقنعنا ننزلك اقنعنا ننزلك الله لا يهينكم الله لا يهينكم يلا حي علي اقنعني انك ما انخلعت يا هلا المنتجع افتقدك ايوه يا مصطفى يقول هنا انجز يا ادوك مضياف صباحكم الله بالخير الله بالنور اقسم بالله اقسم بالله انكم وحشتوني الله يسعدك عرفناك وحشتوني اي قسم بالله شباب بنمر على الوقف بعدين رحنا ايش في تعال 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 لا صدقت انت خبل ذي نبغى نرقد الله يصبحكم بالخير الله بالنور حيا ابو علي والله الله يبقيكم ابو علي واضح انك كان فخم ديلي من اللي سواه عاده مليار من عهد الضيفه حتى الليمون حاط ليمون العسل اسرع اسرع لف 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 روح 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 بس الو هو انا السلام عليكم هلا ابو علي هلا ابو علي انورت واسفرت الدار بقدومك الله يسلمك الله يسلمك الله قل لنا كل شيء وش صار لك من طلعت من الباب لين رجعت مع الباب سلام بيض الله وجهك بيض الله وجهك جم الله سلام بيض الله جم الله حالك بيض الله وجهك لا والله يطعمك يا ولد نستضيف اليوم اسمعت ما يبغى منصور قرني الله تقوم بيض الله وجهك جم الله بيض الله وجهك وجهك ابيض صبحكم الله بالخير صبحك الله بالنور سرور افندم افندم جونايدن جونايدن خوش بالك الله رزق صبح بالخير كيف الحال حيا على الراب بسم الله ما شاء الله والله انا جاي تسلم والله انا نايم قد بنام اسمع صوتك ترى لاجيك الله يسعد قلبك امورك ابشر امورك زينه ها بشر امورك زينه بس حلوه زينه وبس استرح احسن من حلوه سلامتكم يا الربع اولا فقدر الله علي اني اخذت جوالي ولا اخذت الشاحن تمام تمام اي والله عاد انتم تعرفون التكمله طافي الجوال وي ولا قد كنت بسوي اشياء كثيره ما صار منها ولا شيء هذا نمره واحد نمره اثنين والذي لا اله الا هو على اني ما توقعت
هذا الإقبال على البرنامج ما هو قصور والله في البرنامج يا الشباب، لكن شيء زايد يا رب. ما شاء الله شيء زايد. ما شاء الله. ار 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 السناب ار ار على الخاص على الخاص. قول سرور، قول سعد الدوسري، قول النجيبان، قول لصويلح صويلح الحالة، قول العزوز، قول الوليد، قول للثلاثي، قول للمدري ايش، قول لصوالح الفرحان. عاد جمهورك جاي المعرض، عرفت كيف؟ لا سعد الكلذة يا مدري، حمد يا مدري، وفيصل مقر يا ادم اسود، يا احمد اسود الحالة. قول لاحمد اسود لا السلامة شباب حادث. نورت المكان هذا. الله ينورك بالطاعة. يلا حي إن شاء الله تيسر. حي الله أبو الجود. الله يحفظك. إن شاء الله تيسر. سعد رح بحصرك الموضوع اللي من يجيك. إن شاء الله تيسر. يلا حي. يا مرحبا استرح. لا يروح يا سعد. جينا جينا. إن شاء الله لا يروح. مسلم. يلا حيهم. المهم والله في نصائح قالوا لي يا الجم، كل واحد جاء نصائح موجودة عندي. قرب يا مخرج. دام انا صايخ خلاها بعدين. ايوه لكن تبغون نقول على الهواء تحت الهواء؟ تحت الهواء تحت الهواء. اي والله تحت الحماطه. طيب وفي نفس الوقت ايوه قالوا شدوا حيلكم، احنا معكم، احنا كذا احنا كذا ممتازين فنانين كويسين كل شيء كل شيء. و الهاشتاج متربع كذا في الاول في الترند حياتك زي الحين بالضبط. هذا واحد زحلق بمباراه حرام انه ما نزل ما متربع هذا واحد يبغى يكسر واحد. المهم انه نشب نشب يعني مره ما اضرح. الله الله يعز الله. والله اني اكتشفت لكم محبه رهيبه بيني وبينكم، بعضكم اكرههم في الله لكن لهم محبه رهيبه. لا والله ما نحبكم كلكم. والله ما نحبكم كلكم. ابي اسالك سؤال. اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ومبروك ما سويت. الله يبارك فيكم. ابي اسالك سؤال. اسمع لنا ما اقدر تجاوبني بصراحه. تقدر تجاوبني بصراحة ولا لا؟ تفضل. كم كتاب وقعت اليوم؟ والله ما ادري. والله ما ادري. عدد تجريبي انا رحت تاخرت في الدخول. لقينا جزاهم الله خير يعني ما نبغى نكلم هذا في خصم. لقيت الدار عندها عدد كبير بديت اوقع. سهل والله يا ابو علي. شوي واحد يمسكني من هنا قلت تفضل معي لو سمحت. قلت وين؟ قال بنروح منصة التوقيعات. قلت طيب. رحنا منصة التوقيعات. قلت هذا جابني قالوا اسمك ما موجود عندنا. قلت وانا اعمل ايه؟ قالوا خلاص. قلت خلاص بمشي امرنا لله. مشيت وقفوني في الطريق ما شاء الله. قام واحد مسكني من هنا قال تفضل معي. قلت وين؟ قال سيده. مشينا قال لا توقف لا توقف لا توقف لا توقف لا توقف لا توقف لا توقف. المهم دخلونا صاله البي اي بي قال لا تطلع من هنا ابدا. ما عرفتك. قابلنا مدير المعرض الدكتور نسيت اسمه والله لكن الدكتور الفخم هذا قوه. قابلنا وقال قلت والله يا اخي انا حصلوا كذا وما ادري ايش عيل يخلوني اوقعوا. قال خلاص بكره تجي توقع. بيض الله وجهه ادرجني في موعد. قلت والله ما اقدر يا اليوم يا ما في. لقيت واحد معرفه بيض الله وجهه معرفه يعني اعرفه. قال تعال معي وما عليك. دخلنا كذا وقعنا اللي نقدر عليه. الله الله. ومسكني الثالث اخر مسكه قال تعال نوقع معك عقد الكتاب الالكتروني. وقعت معهم عقد ومشيت. ما شاء الله ما شاء الله. تحيه تحيه سالم علي. انه اي ما واحد يبغى الكتاب يدخل على books.com. انا نزلتها في حسابي تغريده رتوت لها يدخل عليها الرابط يجي الكتاب الى بيته. التوصيل يوصلون. ايوه اعطيتهم الكميه اللي بقي عندي كلها. ابو علي والله خدمه دي والله. وجيه وجيه كلنا نمسك المسكذي ونروح معك. اقسم بالله نودي كلكم انكم معي. الله مهم معي يعني تاخذون الزحمه عني لكن كل واحد يسيب يعني يختلف عن الثاني. اي والله احنا هنا ندور بعض. لكن اقسم بالله احيانا والله اقولكم صدق يجيني اشوف كذا يقول احنا جمهور فلان قول له كذا يجيني حسد. اقول ليش قولوا لي انا؟ بعدين اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعدين ما يجيني حسد. تنقلبوا الى غبطه. فغبطتكم كلكم غبطتكم بقى غبطتكم ان شاء الله عافيه. نعم والله العظيم. ايوه ليش نسوي والشر ما يحيى. ضبط لنا فطور شاي قهوه شيء قم كيف؟ اشكرك على دخول الصباح. بغيت اجيب لكم شنطه زي حمد عرفت كيف؟
بسكوتي نبي فول وين جاي الى ما جيت اسعد الله في فطورتك انا ترى جاي من بدري شويه والله ما عرفته قسم بالي والله ما عرفته الربع رسمي يا رجال والله ما عرفت الرجع فك فك القلب فك القلب فك القلب يا ولد حسيت انه ضيف الحمد لله هي كذا يا ابو علي الحين عرفتك يا ولد شفع عليك قبل شوي تسريحتي الرسميه ما هي كذا تكفى في فطور يا ابو علي تكفى اذنك معك ابو علي كم والله ما ادري اللي في الكلمه انا جيت عند الدار واخذت اول كتاب ووقعت شوي لا تفضل معي دير لها اسرح اي والله الله يبارك لك في في اسرارك اي والله والله فرحنا لك يا ابو علي وتستاهل الحمد لله رب العالمين والله يستاهل وعد يستاهل طيب والله حتى اخر شيء سويته مو مع قال مش معنا قلت انا بس يعني يمزح قال امشي معنا سيدي قلت طيب شوي بجيبها وقع هذه واجيك قال لي يا تمشي معي يا استدعي لك اللي بالي بالكم البلرب والله طلعت حقيقه بلرب هذا شفتها صدق اي والله شفتها صدق البلرب قلت لا اهدى من كذا والله اهدى احنا نروح حل ما تبون قال لا يمشي معي قلت حاضر والله الناس استانسنا اكثر من كذا ابو علي يسلمون عليكم والله ناس كثيرين اعرفهم بعضهم ما اعرفهم جاني رسائل على الواتساب ترى كل شيء جاني شفته على تويتر على سناب على انستا كل شيء شفته لكن ايش اسمه والله انهم كلهم حريصين يعني اللي يقول خل فلان ما يطلع في البث اكثر اللي يقول خل فلان ما ادري ايش خل فلان كلهم والله شيء ما تخيلونه شيء ما تخيلونه من جد من جد انا ما ادخل على القهوة الترند وادخل اشوف ما شاء الله تبارك الله وقالوا اليوم في كان في مضيف حريقه ما شاء الله اوه فاتك يا علي فاتك والله بيض الله وجهك والعلم يا ابو علي وعلمك غانم كيف الحال الله يسلمك سيف تحت تعرف انا هناك شيء ايوه قال يا ابو علي صدق تصور معك من قصدك وطلع لك اخذ الجوال والله ولا السنابات تشوف عالم عالم استغفر الله تغير ابو علي وحركات الحق الحلاق ابو علي كي ناس باقي يسلمون وكذا في اخبار جديده في عليك بتقول شيء مهم لا خلاص بيولوجي طيب يا جماعه تستعين ترى الحلاق والله فر سعيده والله يا فلاح يا ولد مستحيل منك شلون حقق معك عندي سؤال يا منصور هذا خير وان شاء الله من امام الى امام الله يسامحك وعقبالك ترى اليوم اعلنت خبر الديوان حقك في المعرض يعطيك سالم قلت في ديوان فنان حارق بارق خارق ناري طارق فخم فارق فخم. سارق بارق الله يعطيك العافيه خي طي في سي ما ادري وش فخمه السارق قالوا لمن قلت للشاعر باقي ما قلت ابى اقول قلوب قاصده قال فخمه من قد ابى اقول باقي الفا ما طلع قالوا فيصل بن قربه قلت فيصل بن قربه هذا الصدق يا ابو علي ايوه قال شو اسم الديوان قلت باقي يتشاور هو شاور لا قصدي يشاور نفسه مفاجأة والله ينتظرونك على حرم الجمر والله ما والله اني قابلت صاحب دار يعني معروفه جدا 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 وقال ترى قلت صبرك صبرك ترى فيصل مزاجه عالي اي والله ما بيوقع على في يمكن يرسلون لك شو اسمه قلت هو متسابق ارسلوا له فريقكم يتقابل معي اذا طاعوا تخلوا عاد انت وشغلك الله يدله يترقبون كتابك حق العمل الخيري عرفت كيف؟ اي والله ما شاء الله يثنى على بصمتك امس الحمد لله الله اي والله قالوا كان عز ووليد ما شاء الله تبارك الله وش ما شاء الله قل لي بستانس قل لي كلام زين كويس ما شاء الله في صوره لكم اثنين مع بعض عرفت كيف؟ هذه ما دخلت الا هي موجوده تقول اعلان انستغرام ذيك ساعات لا فنانه والله صالح الشرف يا شيء غير طبيعي لك الشرف ولون عنيزه كلها محترقه ها؟ اي والله انا وش كمكمي والله طيران عيد ابو علي تكفى عيد والله يسالوني عن فقرتك اللي في العصر قلت يا اخي مشيت انا ما شفتها ايش هي الفقره اللي في العصر؟ اللي وانتم في النافوره وقول له يسوي وقول له وقول له وقول له قلت حاضر طيب حاضر طيب حاضر طيب اي طيب والله السرور انا تهزأت عشانك مع الاسف اها عرفت كيف؟ يقولون
ارجع عشان خصم اللي على ترور ترى بيخصمون على ودار. طيب 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 ايوه سعد ركبوا لي مقطع كذا وانا اتكلم بعدين تقول انت اوش بعد اي والله بعدين يعيدون السالفه اوش ركبين كذا اي والله اني جيبان قبلني واحد ما سلم علي قال انا من جمهور عدونا جيم وصل لا 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 كنا حاضرين مليون راسي والله راسي ابو مسعود يا اخي طب وش ولا تحت البث عبد الرحمن ابو تعبد الله عبد الله ما شاء الله انت ولد خالك طرته في السماء اللهم لك الحمد ما شاء الله تستاهلون والله اي والله انت وياه الواحد واحد من القريه كله يكفي انت ما شاء الله انت ولد خالك والجماعه وكذا محمد ال مسعود اخوان وكلنا واحد والله ما شاء الله والله شيء طيب يطالبونك بالعجله في فقرات العمل التطوعي والله ان شاء الله انها من اعداد انها تخلص بدري باذن الله اي انا قلت لهم قلت ترى قد قدم فقره حقت قالوا ما زمان نبغى واحد بسرعه قلت حاضر حاضر في اشياء جايه صالح وان طلعت ابراهيم انتم تشدون محلي يا الرب طول عمرك واحد قابلني قال اسمع انا من جمهور صويله طيب ايش دخلني انا طيب جندي قال بس قل له اسلم ان جمهوره معه الله يسعدك قلت يوصل يوصل حاضري حاضري ايوه يسلم عليكم واحد عنيف معاذ عبد الرحمن اوه اي والله معاذ الرحمن موجود بالتليفون والله انا تذكرت وين طلعت والله اذنك يا ابو علي والله اني اكلم انا بحلق والف مبروك والله يجعل بارك خير يسلم عليكم معاذ اتصلت عليه والرجال طيب ومبسوط والله انه مشتاق لكم جدا نفس الشيء والله وقال بلغ الشاب بلغ الشاب قلت يوصل 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 واحر من سلامك ما يسلم عليك محمد الشهران يا لبي سلام أيوة والله حبيبي يا محمد لا اتصلت عليه ما عرفني لا لا محمد الشهران قوي يا فاهم غلط الو طيب يا اخي اذا ما تبغى تعرف احد لا تحفظ رقم عندك لكن احفظ رقمي الو ايش علمك والرجال بيجي الايام الجايه اوه ايوه ما شاء الله حركته ما حلو لا بيجي ياخذ عبد الله عشان يطلع ابراهيم يا حلو التصريح والله انا حلو الله الله برضه هو قابلت حد سبحان الله قابلت واحد يا جماعه طوله مثل العمود ذا ما شاء الله تبارك الله قال انا ادورك من اول ما جيت المعرض قلت ما شاء الله تبارك الله انت لا تدور يا اخي انت تشوفنا كذا في المعرض يقول هذا لا ابو ذي اي والله قال انا من جمهور سعد الكلثم ما شاء الله اي قلت الله يبارك لك انت سعد الكلثم ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك الله يحفظك وقابلت والله اعماركم عسكري قلت خلاص بيقبض علي جهزت هذا قال انا رجعت عشانك قلت لا اله الا الله ايش كنت سويت؟ بغيت اقول ناصر حبيبي ناصر حبيبي كمي ابغى اقول اكتب امانه برقبتك قال رجعت عشانك قلت قال عرفت ان عندك توقيع ميلا قلبها سوالف اي والله حياك الله يا مره قال والله فرصه طيبه ومدري ايش اظنه قال سلم على ولد الشمري لا 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 ايوه شلون لا تمثله شلون شلون ايش قال لك رئيس رقبه نعم بالجميع ما ادري ايش اسمه المدرسه بدون اسامي اول ما دخلت التفتيش العسكري ما تغلق قدامي قال تعال انت تعال اي ايش عندك هنا قلت لا اله الا الله في بلاغ من بدري قلت هلا يا طويل العمر ما عرض لك لا 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 ما ادري باقي ما عشت الجو قال انا تابعك مع الوالده قلت حياك الله انت وياه وبيض الله وجهك ووجه اعطني تبغى اقول اسمك قال لا ناس تشتغل لله والله ناس تشتغل لله اي والله قال روح اي خدمه قلت بيض الله وجهك الله ومشينا وقابلني واحد عيني في عينه عيني في عينه عيني في عينه لما قال تشي ومشى طبعا ما يعرفني ولا حاجه ما قابلت واحد مر واحد تدري ايش قال؟ قال هذا ما انا تفاعل مره ما ادري والله ما عدها بدون كلام منصور قرني ايوه ولا قد قالكم ها؟ انا نديب اسمع الرسمي منصور القرني اعزل الرجال منصور القرني اقول لهم سالفه يعني والله تقول انه منصور القرني والله قابلت 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 منصور القرني
قال منصور انا اللي دق بدر في المطبخ نفسك اي والله وش اللي من قال والله قابلته اي والله اللي في المطبخ يدي الله الله ما احب ذاك الادمي والله ما توقعت ابدا بس رياضه كذا قال والله اني جاي عشانكم وديش كذا عاد انا طاح وجهي قلت الله احييكم عاد باقي استوقع الكتاب وامشي قال تراني منصور القرني بالله عليك اللي بالمطبخ قلت بيض الا والله فعلا مسوي عمليه قال لي كم ساعه الله يشفي بالعافيه ادعو ان الله يشفي بالعافيه الله يشفي بالعافيه مركب حديد كذا اي والله اسلم عليه اسلم عليه ما احب فوق راسه قلت والله انك نفعتنا بعد الله والله ما والله يا ابو رجع لا بعد وما ادري ايش وخدامكم وفي اي وقت نبيض الله وجهك الله الله كيف المطاعم خاصة اللي قابلنا وين تعشيت كيف المطاعم تعشينا في انت أيوة. بخصم انت بفين سندريلا تكسرور اصلا ما شاء الله عند القاضي اسلم شو المطعم شو اسمه يعني اقصد هل اختصرت وقتك في مطاعم ولا يعني وش ايطالي هندي لا اقصد انه مطاعم امريكي يعني امريكي اسمع اخترت مطاعم خضرات خضرات والله ما رحت اوه خدعتهم الحين خدعت الماي ما والله انا ما قد مر عليها اشوف من حركتك دي ها ما رحتوا له اظنك رايح منصور رايح للي اوله تاء منصور اسمع تعشيت قل لنا اللي نقصد انه يعني استغليت وقتك في المطاعم ولا وين قعدت رحنا فندق ومطعم ومقهى واحد 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 ما شاء الله واحد 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 والباقي في المعرض سدد وقال ما شاء الله تدري ان المعرض لو بس طلعت كذا ولفيت كذا تلقى موتري واقف عند البيت ما شاء الله تبارك اي والله والله اني وقفت طبعا بعيد وقفت برا السور حق المعرض وانتظر متى جهزت القلم اتاكد وشغال ولا لا شيلين موقف اول واحد باقي عند السياره انا على طول قلت كذا قال السلام عليكم تعالكم السلام ورحمة الله قال فين بوابة خمسة قلت شاب علمه فين بوابة خمسة تحطيم أول واحد طب ثاني واحد يا أخي قلت أول واحد ها بداية الخير ها أيوة بعدين شوي جاني واحد بعيد منصور قرني سم أول واحد جاني هذا ثاني واحد أول لا أول واحد جاني من يوم دخلت السور ايه هشام قلت سم قال كيف حالك قلت الله يعافيك شو اللي معرفته واحد من اصدقائي قدام انت خويك لا ما تشوفهم بعيد اي ابغى واحد جديد ما اعرفه بس يوم دخلنا المعرض اقسم بالله بين كيف شعور انك كذا خلاص تمشي ترى مقفل عين الطريق بسبب اختناق ما ادري ايش كذا لا والله ما الانسان قبل الكتاب وقبل الكذا نمشي نمشي والله نمشي نمشي والله نمشي الله اكبر استاذ استاذ الخير ابو الله يرضى عليك وعقبال ان شاء الله ما نفرح في كل واحد منكم بمناسبته وانا حقيقه يوم شفت الدنيا كذا قررت اني اطلع من البرنامج اكتبيت وكلمت شاف الاعداد اني بخلون البرايم بعد الفجر من العجله قالوا تعرف فيها ابراهيم معيد يراقد وما ادري ايش كذا فانا قاعد اسلك نفسي لو طلعت اليوم اخر يوم في المعرض بكره اخر يوم اليوم الجمعه اليوم 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 السبت اخر يوم اخر يوم بس حياه والله حياه لما تحتك في الكتاب وكذا ومن الفلسفه هذا وكذا يعني هذا فيصل بن قربه موجود والله نعلمهم اسولف انا وياه في من شان الديوان حقه تبع راسه قال اقول لهم عادي عادي ايه عاود اسولف لهم اسولف انا وياه قال ترى كتابي جاهز مجهز القصائد موجوده بس يبغى تنسيق قلت يا فيصل ترى كتابي انا جلست فيه في الاجراءات كذا جلست ما ادري ايش قال لا لا يا اخوي كتابك انت فلسفه كان كتاب كتابك انت فلسفه وطالع فيك اتذكر التعب حقي واتذكر كذا قال لا 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 ما قصدي بس قصدي انا كلام كذا يعني قصدي انا مو زي كتابه
عقبال عقبال فيصل كبيت العهد مشكله صديقي صدوق. الحين معرض الكتاب عندكم مره بالسنه صح الفتره هذه في الرياض؟ في الرياض في جده واحد مثل جده في الرياض. نعم على مستوى العالم العربي ناحيه المبيعات الرياض متى في الرياض في شيء غير بس بالفتره هذا نفس الشهر هذا كل سنه مره في السنه خلص. نفس الشهر هذا اي والله ما ادري لكن ها مو بشرط نفسه تدري اليوم لكن يكون في الفتره دي عاده اي في الفتره عاده تنزل كذا بس انه يجي في جده يجي لكن الرياض ثابت سنوي ويكون دائما من قريب جدة قد سووا سنتين مرتين في جدة ايوه اي جاء في جدة وتسوي الجامعات معارض تسوي زي كذا بس اللي معرض بهذا الحجم لا تقعد تمدحه علشان كتابك هناك اي اكيد لا معرض كتابي انباع لا احنا نسخ بافضل معرض بالشرق الاوسط مدري ايش هو يا اخي هذه الحقيقة قول له يقول لك وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل هذا مو هنا مو عندنا كلام هذا بالكتاب هنا سؤال خلك عادي كيف أقنع المعارض الرياض أكبر معرض لسه ونستعان لا والله الله يوفقك إي والله الله يسعدك أقبال معرض أبو ظبي خلفت التعب إن شاء الله بخير إن شاء الله سامك إن شاء الله إن شاء الله معلش فهمت أخر والله الذي لا إله له والله ما أقولها اقسم بالله اني اشتقت لكم يعلم الله علي طول عمرك اي والله شاهد باللي في القلب عاد اليوم طافي بدونك صراحه صح انه المفروض اذا اشتقت لكم اني افتح البث اشوفكم لكن ما فتحت والله لا انك فاتح البث شايفنا قسم بالله لا اجلدك ايش تشوفنا ليه والله ما فتحت الصدق اي اي جتني رسائل كذا انه متى بترجع برجع 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 ناصر الحربي بعد ما صورت كذا وبعد ما فرحان شفت النشوه كذا بعد ما ابغى يشلوني وما ادري ايش حسيت اني يعني قمت افكر مين احسن من الشهر شخصية مهمة يعني حسيت اني انا حدث الساحة قال ناصر طلع سناب قال منصور قلت نعم قال يلا ارجع ولا اخصم عليك نقاط حسيت اني طالع من عند الحلاق بروح لهناك وبيطردني من هناك ويرجع على الهواء بروح على تويتر والقاها يطقطون عليها العالم يطقطون عليها العالم الله يصبحكم بالخير يا رب سيدة اللي يبغى يرقد ولا يبغى يروح الوقف الله يحييك انت وعلمك عد على الوقف يا ابو علي الله يبارك لك يا ابو علي زيارة مباركة الله يرضى عليكم عقبالكم ان شاء الله عقبال ما نفرح فيكم كلكم ان شاء الله في ايش بس في كل شيء يا ولد ابن الابل في كتاب منصور عشان اعيش نفس الجو ابشر بالسعد علي لا اي خدمه قدمتها لفيصل اقدم لك مثلها دبل ما لهم حق يقولون لك قصه يا اخي ما لهم ايه حق يقولون لك قصه يا اخي حرام عليك والله يا اخي جسد بالله شلون المقطع اللي بركبين تتكلم يا اخي قاعد اتكلم ما ادري فين اظن في المطبخ ما ادري اكيد كلام ما ادري سامج ولا ما ادري وانتظر متى نهايه المقطع شوي لا طلع ابو محمد فص فص خذوه هلا اليوم الله يستر عليه الله يستر عليه اي اسكت اسكت الله يستر عليه الله يستر عليه حامد لا خالد حامد هم ما شافني هو حامد تسمع فيه هو خالد حامد خالد حامد خالد حامد هم ما شافني قلت 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 حميد يقول يضحك قاعد اسوي اوبريت الناس ينشدون وهو يقول كذا مبيت يا اخي وش جو الرجال والله راحت الحركه يا ولد طارت ابو علي ابو محمد صدر لاي واحد بعدين اكثر من كلمه والله العظيم اول مره كانت معروفه ايش نعم ابوه اي غلط والله كلمه اص محامي يا محامي فعل القضايا يركبون عليها مليون مقطع اقول لكم يدهن لا تنك اقول لكم لا خالد حامد شغال اي تبي تبتون علينا والله انك اي بعدين مره قبل نسب اي جابوا مقطع فيديو كذا واحنا كلنا مع بعض عرفت كيف وانتظر ايش القصة اللي تجي شيء مطلعينها والله انكم فاقعين تسبدي كلكم مسخرتنا والله فاقعين تسبدي كلكم تبغى اشوفه ايش تشوف عصفور لا يا محمود ما هو كذا يا ولد لا يا ولد لا لا يا ولد محمود تعال 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 محمود تعال 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 محمود تعال لا 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 ل
لك يا ولد. ما شاء الله عليك العين. والله ما شاء الله. ما شاء الله عليك العين. تعال تعال تعال. شفناك شفناك. من هو هذا؟ ايش تبغون؟ افتح بالله افتح وجهك. الحمد لله على السلامة يا منصور. لا لا توري لا توري. واستر من وجهك. ورا وعلم. الله يوفقك. ورا ورا وعلم. في كتابك. تعال تعال تعال. والله ما لك خلق. طيب النجم يمسكك يدهكك يدهك يدهك بعدين يفتح وجهك. فك. واحد. هو موفق. اثنين. روح يلا يلا. لا. من هالكلام. وش هالزين؟ افتكرت صح ولا مش هالزين؟ وش يلا نلعب. ابهي وين هاني ابغى هاني يجيب لي كوره يا ولد وجهك تغير ايه ما شاء الله ها حط صديق بالسبيريه ولا ابقى الكوره اللي معك هذه بمناسبه مجيء منصور ونجاح كتاب معرض كتاب حبيت اغير اللوك حقي طلعت واحد ثاني ما شاء الله طلعت مره واحد ثاني لسه بعد اسبوعين برايمين موس مرة واحدة شوي شوي كذا تبي الصدق وجهك طلع تو طلع وجهك ام انت مو متسابق هذه كلمة امهاتي تو طلع وجهك ايش اللي تقول لك كذا والله ما شاء الله اللي وصاك الرجال علما عليك فك فك هذا يا اخي قم وبعدين تعال انا لازم اعتذر وجهك طلع وجهك اول ما شفتك والله يوم شفتك ما شفت مش من الكاتب العظيم والله اني صحيت منه قصدي والله والله تقول علي صلاه الظهر زهري و يلا ترى هذا ما حضرت الظهر ينخصم عليك والله لا تقدر تشوف خبر سيء يا جماعه خلاص خلاص ما حبيت اقوله البدايه يا اخي انت قلت لهم اخبار حلوه خليني اقول لك اذا صحيت باخذ منك اخبار حلوه يقول لك يوم الاحد عاصفه جايه من ليبيا هذا وين جاي والله ما ادري هي ترابيه ولا رعديه ولا فيها الله اعلم انت تدخل تويتر اقرا اشياء زينه تقرا عواصف المشكله انها جتك شفت اللي كذا يجيك شيء ما تنتبه انت تقرا ليبيا حسب جمهورك من ليبيا طلعت عاصفه جمهور ليبيا لا قريت حق ليبيا هذول الجمهور بالله لكن كفو ابو علي والله من الفضاء يا ابو علي تطلع تقرا النشره اسمع الجويه قالوا بتوصل بعد 30 ساعه وانت فاضي حسب يوم لا قصدي اذا القناه تشغل التايمر لا والله ما شريت هم الهانجر حق وقتها بتكون باب هانت ما بجيت كذا اي يقول بتجي على الشمال يا منصور في, في اخبار حلوه يعني ولا خلاص يا جماعه والله كل الاخبار مش امام شان البرنامج والله انا ملعلع فوق يا اخي تقول والله اني مقابل اخوي صباح العيد توك شايفه شلونك اخبارك توك شايفه عاد شفته في المعرض اذا عند فين جوالك في اليد هربته افتح سناباتي تبي تنكب بالله اول سناب وش قلت كنت مستحي اول سناب هنا ايوه انا هو لا بعد 10 ثواني باقي ما تكلمت مشات حقات لا مشات حقات لا يا منصور الصور مشات حقات شيء بعدين قلت لا الحين من جد بعدين قلت اقول لكم والله ما تعودت على الجوال انا صورتها مسحتها والله ما نزلت يا اخي يوم طلعت والقى ذا فوق الجدار واصوره ارجع ارجع هافا والله حلوه وادورها بعدين والله ما نزلت ادورها قوي ما شاء الله معك والله لقيتها والله 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 اسكت اعوذ بالله ما اسمعك يا اخي ما عبد العزيز جمهورك والله كثر الرسائل يستاهل وليد جمهورك قال ايش بالذات في كلمه قالها بالذات لان الورقه هذه مخصصها تحت الهواء وش تتذكر تكفى تذكر هدوء هدوء ايش قال يا ربي خلي بعد الهواء لا لا تذكر صناعي وطمر فيصل لا انت تكلمت عن حاجه قلت انك بتقدمها وما سويتها ايش هي انا لا النقطة الانضباط والتفاعل وما ادري وش لا 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 قلت انك تبي تسوي شيء وما سويته فيصل فيصل انا افعال ما اقوال محمود قالوا ما ادري الصوت هو احساسه ما ادري ايش الفكره الفكره يقولها دائما فيصل عرفت كيف فيصل لا لان في هل في ناس تنتقدني تحب برد الجوع اني عصبي شويه ولا الدفاعي لا والله ما قريتها انا بقول لهم انه دفاعي تصديق خبر بس ما اعطوني مجال الحين انا ودي اعرف ليش قاعدين نمشي معك صراحه بس نمشي معك لا بمشي مع ليه تقول احنا نسوي له زفه ذكرتوني بالمعرض استاذ منصور خذ على عينه استاذ منصور موجود بالمعرض تعال تعال تعال
الله والله وجهي تغير من جد. جوردن فيصل شوي شوي بالضبط. ولي طلع يا طلال المايك طاح المايك طاح بالليل مفتاح فوق الدرج نعيشك الدور مره ثانيه عشان ابي وقعني انا جاي من مشوار بعيد عشان اوقعني استاذ منصور والله والله كان يسوون كذا استاذ منصور استاذ منصور وانت لونها بصفاتك هي حياتك وانت لونها بصفاتك حب الغيرك شي حبيت اهل ذاتك في ضلوعك نبغي يوسع لمنياتك خلي منها للعطا شي بحياتك